منذ محاولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانفراد بالحكم، تعيش تركيا أزمات متلاحقة عكست مدى الإخفاق في إدارة الدولة وأدخلت البلاد في عزلة دولية واسعة النطاق. تتجلى تلك العزلة في أزمة شرق المتوسط، حيث تقف تركيا وحيدة جراء سياساتها المقودة للاستقرار في مقابل باقي الدول التي يجمعها التعاون والتفاهم. بحسب محللين، يكمن جوهر الأزمة في المتوسط إلى النزاع البحري بين تركيا واليونان وقبرص، لأن هذا لم يكن إلا ستارا تقف خلفه تركيا لمنازعة دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، بعدما تبددت أحلامها في الانضمام إلى الاتحاد بعدما تدهورت بها سيادة القانون وحقوق الإنسان وحرية الإعلام ومكافحة الفساد، خلافا لمعايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. Mais c'est pas simplement un sujet qui concernerait Chypre ou la Grèce, c'est bien un sujet qui concerne directement les intérêts de l'Union européenne. Et c'est pour cela. لم يكن العامل السياسي هو الوحيد المؤجج لأزمة شرق المتوسط، بل جاءت الاكتشافات المتلاحقة لثروات الغاز والتي تقدر الاحتياطية بها بنحو 340 تريليون قدم مكعب خلال عام 2017، تتراوح قيمتها وفقا للتقديرات ما بين 700 مليار دولار إلى 3 تريليون دولار. الاحتياطيات اللي موجودة في المنطقة في حوض البحر المتوسط شرقه احتياطيات فوق 320 تريليون قدم مكعب وفقا والمراكز البحثية العالمية. كعامل مساعد زاد من شهية تركيا للتنقيب، خاصة وأن تجارة الطاقة هي المصدر الرئيس لعجز ميزانية الدولة، حيث استوردت تركيا 72.4% من احتياجاتها من الطاقة اعتبارا من 2018، بينما شكلت الطاقة 16.8% من إجمالي وارداتها اعتبارا من يونيو 2020. أما في السنوات الخمس الماضية، بلغ إجمالي عجز الموازنة التركية 220 مليار دولار، وفي نفس الفترة بلغ إجمالي فاتورة الطاقة في تركيا 213 مليار دولار. ومن خلال الدخول على خط الثروات، تأمل تركيا في معالجة مشاكلها الاقتصادية المزمنة. طمحت تركيا إلى جعل نفسها مركزا للطاقة وممرا إلى أوروبا، ووقعت العديد من صفقات خطوط أنابيب النفط والغاز مع أذربيجان والعراق وإيران وروسيا، ومع ذلك لم تتحقق تطلعاتها. فأرادت تركيا أن يمر أي مشروع خط أنابيب من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا عبرها، لأن علاقات أنقرة المتوترة مع جميع البلدان الأخرى المطلة على شرق البحر المتوسط جعلت هذا الخيار غير واقعي. عمقت كذلك اكتشافات الغاز الأخيرة في شرق البحر الأبيض المتوسط مخاوف تركيا من تهميشها عن نظام الطاقة والأمن الناشئ في المنطقة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى المسار المتوقع لمشروع خط أنابيب غاز شرق البحر الأبيض المتوسط وإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، وهما المشروعان اللذان تم استثناء تركيا منهما. إذن بين المكايدة السياسية لأوروبا وأطماع بثروات المتوسط وأحلام الزعامة، أضع أردوغان تركيا بمغامرات سياسية باءت جميعها بالفشل وأدخلت البلاد بعزلة غير مسبوقة.